مشاهدينا اهلا بكم، وهذه الحلقه من مؤشر نيله حيث نتابع ونحلل اداء البورصه المصريه. اليوم الخميس اخر جلسات الاسبوع تراجع المؤشر الرئيسي للبورصه بنسبه 1.66%، وتراجع المؤشر السبعيني بنسبه 2.45%، ليغلق عند مستوى 1425.9 نقطه. ايضا نزل مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبه 2.27%، ليغلق عند مستوى 2282 نقطة. أيضا سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 574.9 مليار جنيه. التفاصيل في التقرير، لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بضيف الحلقة خبير أسواق المال الأستاذ مايكل ممدوح. أهلا بك يا أستاذ مايكل. أهلا بك أستاذ المشاهدين. أهلا يا فندم. مشاهدينا إلى التقرير. بضغوط مبيعات أجنبية أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس نهاية جلسات الأسبوع آخر تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو على تراجع جماعي لكافة المؤشرات. تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة إي جي إكس 30 بنسبة 1.66%، ليغلق عند مستوى 10441 نقطة. وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.45%. وهبط مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 2.27%. وتراجع رأس مال السوقي للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.929 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت 1.2 مليار جنيه من خلال 292 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 34 ألف عملية. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب على الأسهم للبيع بصافي 57 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون للشراء بصافي 38 مليون جنيه، كما اتجه العرب أيضا نحو الشراء بصافي 19.7 مليون جنيه. وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 30 من إجمالي 182 شركة، بينما هبط 127 وبقي 25 دون تغيير. اهلا بحضراتكم من جديد، واهلا مره اخرى بالاستاذ مايكل ممدوحه. استاذ مايكل، يعني بيستمر الاداء المتراجع للبورصه في اخر جلسات هذا الاسبوع، تحليل حضرتك لجلسه اليوم. طيب لو هنتكلم على الامور فنيا، في الحقيقه احنا من بدايه الارتداد في شهر 4 اللي فات واحنا وصلنا لمنطقه ال 11000 ومشغلين في نطاق عرضي ما بين ال 11000 وال 10000 نقطه. احنا جربنا الاسبوع اللي فات مرتين على مستوى ال 11200 وما قدرناش نتجاوزه، فطبيعي جدا كنا متوقعين نشوف تراجعات. طبعا ساهم في التراجعات ده انتشار بعض الشائعات في السوق في جلسه الامس، دي اللي خلت التراجعات كانت مبالغ فيها شويه. الافراد طبعا عارفين بيشتغلوا بعشوائيه شويه، وبيبقى في حاله الذعر بيبقى فيه بيع عشوائي كتير، وخاصه المارجن كول والحاجات اللي زي كده، دي اللي خلت فيه عنف في النزول. بس على مستوى جلسه النهارده معظم اسعار الاسهم كانت بتتداول في نطاق اسعار الامس، مفيش حاجه جابت اسعار اقل، وحتى اللي جاب اسعار اقل في اسهم قفلت في المنطقه الخضراء، فكانت جلسه مطمئنه لحد كبير. نعم. بالنسبه لجلسه امبارح، طب اسباب هذا الاداء يا استاذ مايكل؟ في الحقيقة احنا كنا متوقعين ان احنا نشوف بعض التراجعات، لكن زي ما بنقول دايما انتشار بعض الشائعات، وعشان السوق صغير والناس كلها يعني الإشاعة بتنتشر بسرعة، بقالنا فترة طويلة متعودين كل اسبوع بيجي لنا في وسط الجلسة بعد ما الامور بتبقى مستقرة والجلسة ممكن تبقى خضرة والدنيا كويسة جدا ومفيش اي حاجة، فبيحصل بانك مفتعل في الحقيقة. بنشوف بيع عشوائي من الافراد. امبارح الافراد المصريين بايعين ب 151 مليون. نعم. بدون سبب في الحقيقه، وفي الاخر بتيجي بتطلع اشاعه او بتكذب الخبر او بيبقى خبر قديم بيعاد نشره في فتره جديده. ف تاني جلسه بنلاقي الاسعار رجعت لمناطقها الطبيعيه والامور ارتدت تاني، فبيبقى بانيك مفتعل اكتر منه ان هو نتكلم عليه بقى تكنيكال. هنشوف نزول، بس بالقدر ده او بالعنف ده اللي حصل عفوا معظم الاسهم امبارح فاتحه على 5.6% في اللون الاخضر، كل الاسهم قافله على 10% هبوط.
كان شيء مش منطقي. معظم الأسعار النهاردة اشتغلت في نفس النطاق، ما فيش حاجة جابت لهات جديدة. اللي جاب لهات جديدة رجع وقفل في أسعار أفضل من امبارح بكتير. نعم. أتوقع أن جلسة الحد نشوف ارتداد كويس. طب النهاردة المصريون والعرب اتجهوا نحو الشراء، لكن الأجانب اتجهوا نحو البيع. تفسيرك لأداء أو لسلوك المصريين والعرب؟ مش بمبالغ كبيرة نقدر نتكلم فيها أو تبقى مؤشر، بس هي الأجانب صافي بيع بقالهم فترة في السوق المصري عامة. نعم. والمؤسسات المصرية هي اللي بتستلم الراية منهم بقالها فترة. بيع الأجانب بيقابلوا شراء بيع مؤسسات مصرية، وده شيء يعني نتمنى أن الفترة القادمة يبقى اللي متحكم في السوق مش الأجانب. هم دايما اللي كانوا بياخدوا شرارة الصعود وهم اللي بيبدأوا الهبوط. أعتقد أن الموضوع لو بقى في إيد المؤسسات المصرية الأوضاع هتبقى أفضل بكتير. نعم. طب خلينا نتكلم على حجم السيولة النهاردة. هناك تراجع في حجم السيولة اليوم. الحجم الكلي للتداول كان 1.2 مليار جنيه. تمام. لو استثنينا الصفقات هما في حدود 800 مليون. الفكرة ان مفيش بيع في السوق، يعني لو هنشوف هو مفيش بيع حقيقي في السوق، بس هو مفيش مشتري، لان المشتري لما بيلاقي البيع مزعور وبيرمي الاسهم باي اسعار بيستنى يشوف اسعار افضل. لكن لو هنقيس الجلسات اللي كان فيها شراء، كنا بننفذ جلسات كتيره فوق المليار، واعتقد ان المشتري كان واضح جدا الا في حالات البنك. خلاص اشتري ليه بسعر عالي لما انا شايف الافراد او في حاله ذعر وبيع عشوائي في السوق، استغل انخفاض الاسعار وارجع اشتري. وده اللي حصل في جلسه امبارح. المؤسسات الشاريه صافي شراء 152 مليون من الافراد. لكن ده طبيعي سلوك منطقي من قبل الافراد في ظل هذه الظروف؟ هو مش سلوك منطقي، هي بس الافراد بعض الافراد عندها قله وعي استثماري، بتتعامل مع البورصه جلسه بجلسه، ما بتبصش على الزاويه الكبيره. طب لو بصينا على الزاويه الكبيره، احنا اي جي اكس 70 اللي هو اسهم في اسهم الافراد طلع من 800 نقطه وصل قرب ال 1600، يعني عامل 100% في 3 شهور. نعم. ما انا كنت على يعني وشك السؤال، المؤشر السبعيني اللي بيمثل الافراد يعني في المقام الاول كان مرتفع في يعني فتره ليست بالقصيره الحقيقه، في ظل ان المؤشر الثلاثيني هو اللي كان منخفض. هو من بعد قاع 19 مارس كان 800 نقطة و 8000 في الثلاثيني، 800 نقطة في السبعيني احنا وصلنا 1580، يعني عملنا 100%. على مستوى الثلاثيني عملنا 25% ارتداد فقط. نعم. المؤشر الثلاثيني مازال سلبي، المؤشر السبعيني ايجابي جدا بقاله فترة من يعني من شهر 4، واكد ده باختراق مستوى ال 1300 وكان عنده تارجت 1650 اقترب منه. اي عمليات تصحيحيه في المؤشر السبعيني هي منطقيه، انا طالع 100%، لو نزلت 100 نقطه 200 نقطه هي عمليات بنشوفها تصحيحيه مش انهيار. لكن اللي بيشوف بيبص من منطلق جلسه النهارده بس بيشوف ان في انهيار. هو مش انهيار ولا حاجه، هي حركه طبيعيه. في اسهم عملت 300 و400% لما تنزل 10 و20% في جلستين في ثلاثه، ولو بصينا الشهر اللي ورا هنلاقي ده اتكرر في تاريخ صعود السهم. طلع من 2 جنيه ل 4، نزل بقى ب 3.5 في جلستين، هبوط عنيف ورجع بقى ب 5 جنيه وهكذا. معظم الاسهم بتعمل. نعم. النهارده الحقيقه عدد كبير من الاسهم القياديه تراجع بالتحديد 22 سهم قيادي. في الحقيقه هو المؤشر ال 30 بنقول عليه مازال سلبي، واللي يعني الناس كانت بتشتكي من السنين اللي فاتت ان المؤشر ال 30 بيطلع وال 70 مش بيستجيب. لما ابتدى ال 70 بيغرد منفردا زي ما بنقول وبيطلع لوحده، والمؤشر الثلاثيني ماشي مائل للصعود بس هو في نطاق عرضي ممل ما فيهوش السيوله. السيوله كلها دلوقتي في المؤشر السبعيني، الثفرات السعريه في المؤشر السبعيني. فالمؤشر الثلاثيني للاسف سلبي، يعني على النظره الطويله على المدى الطويل ما زال هو سلبي وفي اتجاه هابط بعكس المؤشر السبعيني. حتى لو في صعود على المدى القصير زي ما نقول نفسه قصير مش بيقدر يكمل، اللي بنطلعهم بنرجع ننزلهم تاني وبنلف في اسعار معينه. مفيش حركه سعريه لا انا قدرت اخترق ال 11200 فاقدر استهدف منطقه 12000 وانا كسرت ال 10000 عشان ابتدي اقلق، فهي في المنطقه دي مفيش جديد في المؤشر. نعم. طيب يعني على ذكر المستثمر الصغير، هناك تصريح لصندوق النقد الدولي بيحذر فيه ان معدلات افلاس الشركات الصغيره والمتوسطه حول العالم قد يتضاعف 3 مرات في غياب الدعم الحكومي الكافي وفي ظل تفشي جائحه كورونا. طيب هو في الحقيقة احنا بقالنا فترة اصلا يعني سبقنا بشوية من بداية موضوع الاصلاح الاقتصادي والتعويم في ان احنا خدنا خبطات كتير. فموضوع كورونا اثر، بس احنا ما تأثرناش زي دول تاني كتير. يعني صحيح.
احنا هنلاقي لا على مستوى دول تاني لو بصينا لا في ازمات، في شركات كبرى كمان مش شركات صغيره ومتوسطه صحيح. بس بتفلس. بس انا اعتقد في الفتره القادمه مع عوده السياحه وعوده الحياه الطبيعيه تاني اعتقد ان مش هنشوف مشاكل. ممكن بعض الدول تواجه مشاكل، لكن احنا حتى في ازمه الاسواق الناشئه في الفتره اللي فاتت ما عانيناش زي بعض ده صحيح. الدول اللي صحيح. عانت وعد يعني اتاثرنا كبورصه لكن ما تأثرناش كاقتصاد كله. صحيح. طيب البعض بيرجع هبوط المؤشر الرئيسي إلى استمرار هبوط الأسهم العالمية أيضا بسبب استمرار المخاوف من تفشي كورونا. في الحقيقة تعالي نبص على أهم حاجة اللي هو السوق الأمريكي، الداو جونز شغال حوالين 27 ألف نقطة، هو في الحقيقة كان يعني قرب 29 قبل جائحة كورونا. اللي نزله كله قدر يعوض كل تقريبا 90% من خسائره، ونزل لمستويات ال 18 19 ألف قدر يرد منها ل 27 ألف. طيب هل احنا نزلنا من 18000 خلال السنتين اللي فاتوا لحد طيب هنتكلم على جائحه كورونا بس، احنا كنا قبلها 14000، احنا حاليا في مستوى ال 10000، ما عوضناش اي شيء من خسائرنا. واعتقد ان احنا منفصلين عن السوق الامريكي في الحركه بتاعتنا صعودا، بس هبوطا بنبقى مرتبطين بيه، ومعروف ان اسواق المال دايما بتتوحد في الهبوط لكن في الصعود بتتباين. نعم. طب خلينا نتكلم على اسعار النفط واسعار الذهب. اسعار النفط بتواصل التراجع النهارده، يمكن تراجعت بنسبه 8%. تاثير اسعار النفط المتراجع على اداء الاقتصاد واداء البورصه، وفي المقابل عندنا اسعار الذهب لا اما في استقرار لا اما في علو. تمام. طيب هنتكلم بس على موضوع اسعار النفط. طبعا بعد الهزه الكبيره اللي حصلت في اسعار النفط في شهر 4 اللي فاتت وصل برميل بترول سالب 40 دولار، احنا دلوقتي في مستويات 40 دولار اللي هي افضل كمان. يمكن هي كان قبل موضوع كورونا كان هو شغال 32 يعني في نطاق ال 32 40، هو دلوقتي رجع لنفس الاسعار تاني. طيب احنا كدوله اصلا مستورده للبترول مستفيدين من انخفاض اسعار البترول جدا، مش متضررين ده. ممكن بعد الدول زي السعوديه اللي هي مصدره للبترول هي اللي ممكن تتاثر، لكن على مستوانا احنا ده شيء بيفرق جامد. كل دولار بيفرق في الموازنه العامه مليارات، فاعتقد ان ده شيء مفيد لينا مش مضر. بالنسبه لاسعار الذهب هي مستقره عندنا برغم من ارتفاعها نتيجه انخفاض الدولار بس، لكن هي الواقيه شغاله في اعلى يعني اعلى رقم جابته 9 سنين اللي فاتت اللي هي 1800 دولار. احنا ما شفناش الرقم ده من 2011 من بعد الصعود العنيف اللي حصل في الازمه العالميه، في توقعات ان احنا نستهدف فوق ال 2000 دولار. نعم. يعني على الرغم من ان صندوق النقد الدولي حذر من ان معدل افلاس الشركات الصغيره والمتوسطه سيزيد حول العالم بمقدار 3 مرات، عندنا على الجانب الاخر البنك المركزي المصري وافق على ضم كل من الشركات الصغيره والتابعه لكيانات كبرى، وافق على ضمها الى مبادره 100 مليار جنيه لدعم هذا القطاع الخاص. انا بقول لحضرتك احنا اصلا انا شايف تاثير كورونا علينا في مصر ما كانش تاثير زي دول كتيره. نعم. التعامل بتاعنا من قبل المركزي يعني احنا ما تاثرناش، احنا الاحتياطي بتاعنا النهارده زاد بقى 38 مليار دولار. في استقرار في اسعار الصرف. الاستيراد عندنا قل جدا في حاجات كتيره ما كانتش ضروريه، فده قلل الضغط على الدولار. واعتقد ان احنا عاملين مبادرات كتير لدعم الاقتصاد والمشاريع الصغيره والمتوسطه، واعتقد ان احنا ما زي ما احنا ما تاثرناش جامد، اعتقد ان احنا من اوائل الناس اللي هنسترد عافيتنا بسرعه نتيجه الكام سنه اللي فاتت اللي كان فيهم الضغط الاكبر من بدايه الاصلاح الاقتصادي. صحيح. طيب بالنسبه لاداء القطاعات اليوم، القطاع اللي متصدر اليوم كان قطاع العقارات. قطاع العقارات من اول قرار وقف البنى وهو انعكس على ادائه في البورصه، ومعظم اسهمه استجابت سريعا للقرار لان اعتقد ان طب يعني كان في عرض كتير وما كانش في طلب. طبعا بعد وقف موضوع البنى يتساوى العرض مع الطلب، وقد في يوم من الايام الطلب يزيد، فده هيعمل نشاط في القطاع العقاري اللي هو بيعاني من سنين. ففي شركات كتيره عندها وحدات كتيره فدي هتكون مستفيده من الموضوع، فانعكس على اسعارها في البورصه. ولكن طبعا الجني الارباح العنيف او التصحيح العنيف اللي حصل في جلستين دول ما لحقناش ان احنا نحس بتاثيره كويس، بس اعتقد ان القطاع العقاري هيكون فيه شغل كويس الفتره الجايه. نعم. طيب برنامج الطروحات الحكوميه انقسمت الاراء حول هذا البرنامج، هناك من يرى ضروره الاسراع بتنفيذه، وهناك من يرى ضروره تاجيله في ظل هذه الظروف الحاليه، مع اي راي تتفق؟ لا انا مع ان احنا الاسراع ببرنامج الطروحات لعده اسباب.
أول حاجة أنا عندي في الفترة اللي فاتت في سيولة كبيرة دخلت السوق عن طريق الأفراد. نعم. بعد حديث سيادة الرئيس عن دعم البورصة ب20 مليار، شريحة كبيرة من الناس اللي مش متعاملين في البورصة اتجهت نحو التعامل في البورصة، وده شفناه في أحجام التداول في الفترة اللي فاتت وفي الطفرات السعرية اللي حصلت في أسهم الأفراد. طبيعي جدا الطروحات اللي أنا هقوم بيها أنا بستهدف بيها شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد اللي هم يعني بالفعل انجذبوا للبورصة في الفترة اللي فاتت، ونتيجة زي ما احنا بنقول اللي هو توقف بعض المشاريع او بعض الناس اللي تعرضت لخسائر او بعض الناس اللي هي شغلها توقف 3-4 شهور اللي فاتوا، توقفت تماما عن العمل او اشتغلت، فابتدت الناس تدور على البديل. البنوك ما بقتش جاذبة زي الاول نظرا لانخفاض الفايدة، الناس ابتدت تتوجه للبورصة. أنا ممكن نستغل ده، وبعدين عندنا السعودية جنبنا أعلنت إن هم يطرحوا 10 شركات. الوقت إحنا بقالنا سنين بنقول الوقت مش مناسب، فإحنا يعني كان عندنا كل حاجة يعني ماشية طبيعي، ما كانش فيه كورونا وكنا بنقول الوقت مش مناسب وبنأجل ونأجل. لا، أنا شايف إن الوقت الحالي مناسب، وبس مش الطروحات بس اللي هتبقى يعني مش التركيز على الطروحات، لازم نعمل ترويج للطروحات دي داخليا وخارجيا. نعم. ومعظم الطروحات بتتغطى خارجيا اكثر من داخليا. فالزبون موجود زي ما بنقول. نعم. وعنده شهيه ان هو يشتري المنتج. نعم. يعني هناك اجراءات عديده اتخذتها الحكومه من اجل دعم البورصه في هذه الاونه، هل بترى ان هناك اليات اخرى من المفترض ان يتم اتباعها في هذه الاونه لتخطي كل هذه الظروف وعلى راسها طبعا جائحه كورونا؟ هو في الحقيقه عايزين بس شوية شفافية في اللي هو ايه. احنا عندنا سيادة الرئيس قال هندعم ب20 مليار. طيب ال20 مليار دي هتدخل امتى، او هي دخل جزء منها، او ايه اللي بيحصل بالظبط؟ محدش عند في تخبط في النقطة دي. يعني هو بصراحة هو كثير من الخبراء جم وقالوا انها بالفعل تم ضخ هذه السيولة وتم يعني اثارها كمان الايجابية انعكس على البورصة. طيب هي السيولة دي دخلت امتى، في اول 7 ولا دخلت قبل كده ولا في الموازنة الجديدة؟ يعني الموضوع ده غامض لحد كبير. طيب احنا عارفين ان في دعم للبورصة، انا اعتقد الرقم 20 مليار ده، زائد ان الاجانب دلوقتي بيضخوا فلوس سواء في سندات واذون خزانة وفي اجزاء منها بتروح البورصة، واعتقد في الفترة الجاية الاجانب زي ما كانوا صافي بيع بقالهم فترة اعتقد ان هم هيرجعوا مشترين تاني نتيجة ان هم الاسعار اللي باعوا بيها يعني بعيده جدا عن الاسعار الحاليه. فاعتقد ان هم هيرجعوا يشتروا حتى لو على اجزاء. بس انا شايف ان احنا دلوقتي الحكومه هي اللي مسكت زمام البورصه، اصبح الموضوع يعني البنك الاهلي دخل بارقام، البنك مصر المركزي هيدخل، فاعتقد ان الموضوع هيبقى افضل في الفتره. اعتقد ان السنين القادمه هتفرق جدا في البورصه المصريه في شكلها لما نضيف منتجات جديده. احنا راس المال السوق بيلف حوالين 600 مليار، وده طبعا رقم هزيل جدا بالنسبه ان هو يعبر عن اقتصاد مصر، بس اعتقد ان الاوضاع هتتغير. طبعا حجم تنفيذات زي 800 مليون والمليار والكلام ده لو قسناه بما قبل التعويم، احنا كنا بننفذ 300 مليون دولار يعني ما يوازي 5 مليار جنيه او 4 مليار جنيه، طبعا ما وصلناش لربع الارقام دي. فاعتقد ان الفتره الجايه ممكن ينعكس ده، بس المشكله في المستثمرين ان احنا بنبص دايما على المدى القصير ونبص للازمه، ما بنشتريش المستقبل. بس هو النصيحه في البورصه احنا بنشتري مستقبل، اسعار النهارده جاذبه في بعض الاسهم في بعض القطاعات واعده، فانا بختار المستقبل، بشتريش المستقبل، ما بشتريش جلسه النهارده او جلسه امبارح. طب على ذكر القطاعات الواعده، اي من القطاعات تتوقع ان يكون واعد في الفتره المقبله؟ القطاع العقاري طبعا. بعد موضوع الايقاف البناء ده، قطاع الخدمات الماليه غير المصرفيه اللي هي شركات السمسره لان هي المستفيد الاول من ارتفاع احجام التداول، برضه ممكن يبقى فيه نشاط. اما يعني قطاع البنوك اللي طول عمره كان نشط، في تراجع ملحوظ بقاله فتره. صحيح. اعتقد هيكون في تاثر في الفتره الجايه، فاعتقد افضل القطاعات دلوقتي هيبقى قطاع العقارات وقطاع الخدمات الماليه غير المصرفيه. نعم. الأستاذ مايكل ممدوح خبير أسواق المال كنت معنا في هذه الحلقة من مؤشر النيل، شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من مؤشر النيل يوم الأحد بإذن الله، حلقة جديدة وفريق عمل جديد، فإلى اللقاء.